مشاهدينا أهلا بكم. انتخابات مختلفة عن سابقتها من الانتخابات تأتي في ظروف إقليمية دقيقة، لذا فالعودة إلى الشعب ضرورة لاختيار ممثليه بأمانة، مساهمة منهم في بناء وطن يستحق من العطاء. المغردون أطلقوا هاشتاغ صوتك أمانة، دعوا فيه جميع المواطنين أن يكونوا أمناء في اختيارهم وإعطاء الصوت لمن يستحق فقط، مطالبين باختيار الأكفأ والأصلح والذي تهمه مصلحة الكويت وأبنائها، مشيرين أن أصواتهم اليوم هي أصواتهم غدا في المجلس، مبينين أنها هي التي ستشارك في صنع واتخاذ القرار لخدمة الوطن ورسم مستقبل الكويت وأبنائها. فالكويت أمانة بأعناقنا. المغردون حذروا من الانجرار وراء المصالح الشخصية أو الفزعة العمياء والتي لن تعود على الكويت بالفائدة، مؤكدين الدور الكبير لرجال الدين وأهل الفكر المثقفين والأكاديميين، وذلك في توعية شرائح المجتمع، وبأن الصوت أمانة يعكس مدى حبك ووعيك لقيمة الوطن. ريشات فنانين يعملون بجهد متواصل، مستمتعين بتجربتهم الفنية في الهواء الطلق. جداريات فريق شبابي تطوعي يسعى إلى إطفاء لمسة جمالية على جدران مباني المدارس ومحاربة العبارات الخادشة للحياة وتحويلها إلى لوحات فنية تبعث الإيجابية في نفوس الناظرين إليها. أعضاء الفريق يهدفون إلى ترسيخ معنى فنون الحائط، وهذا من خلال تزيين الجدران بالرسومات والعبارات الجميلة التي تحمل رسائل إيجابية وقيمة بغرض التقليل من التلوث البصري في البيئة العمرانية الكويتية، إضافة إلى تشجيع روح الإبداع والفن لدى الفنانين والمتطوعين، كما تتيح الفرصة للشباب لممارسة هواياتهم على نطاق فني أوسع. حساب جداريات على الإنستغرام يستعرض عددا من مقاطع الفيديو والصور للجدران والمباني التي تم استغلالها للقضاء على التلوث البصري من خلال الرسم على جدرانها وتحويلها إلى لوحات فنية تسر الناظرين إليها. وللحصول على المزيد من المعلومات يمكنكم زيارة حساباتهم الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي الظاهرة على الشاشة. مساء أمس أكدت شركات أمريكية تعطل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إلكترونية أخرى من بينها تويتر وسي إن إن وإي باي، وذلك إثر تعرضها لهجوم معلوماتي استهدف مزوداً لخدمة الإنترنت. الهجوم أدى إلى تضرر عدد من المواقع التي تخدم ملايين المستخدمين مثل نيويورك تايمز وفوكس وغيرها من الخدمات، وتحت هاشتاغ تعطل نصف شبكة الإنترنت بالعالم، المغردون تداولوا هذا الحدث عبر تغريدات تضمنت صوراً لخرائط تحدد البلدان التي انقطعت عنها خدمة الإنترنت بالكامل، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية لمدة ساعتين. انقسمت آراء المغردين وردود أفعالهم حول هذا الهجوم، فبعضهم عبر عن رفضه واستيائه مؤكدا بأن الإنترنت أصبح جزءا هاما لا يستطيع العيش من دونه، بينما الآخرون أيدوا هذه الهجمة آملين في الانقطاع الكلي له بحجة أنه أصبح همهم الوحيد الذي استولى على عقولهم ووقتهم وأبعدهم عن أسرتهم وعن لغة التواصل والحوار التي كانت تجمعهم، مؤكدين على أنه سبب رئيسي في تفريق شمل الأسرة. مشاهدينا هذا كل ما لدينا اليوم من أخبار في عالم التواصل الاجتماعي، وننتقل بكم الآن إلى النشرة الجوية لمعرفة آخر أحوال الطقس.